مساء الخير. اسمحوا لي في البداية أن أوجه الشكر إلى جامعة فيرجينيا كومنولث على ترحيبها بنا في هذه الأمسية التي أعتقد أنها ستكون أمسية شديدة الخصوصية. أمسية شديدة الخصوصية لأننا حين جئنا لكي نحاور يوسف أحمد لحميد لم نجئ لكي نقوم بحوار تقليدي مع فنان تشكيلي. معروف للجميع أن حوارات الفن حينما تقام مع الفنانين سواء لحكاية قصصهم الشخصية أو لشرح تجاربهم الفنية أو لاستعراض قضايا معينة في الثقافة أو في الفن أو فيما يشترك بهذه السياقات ويتعلق بها، عادة تكون المسارات معروفة ومعلومة سلفا. مع يوسف أحمد المسألة أكثر تركيبا وأكثر عمقا، لأننا هنا حين نقول يوسف أحمد فإننا نتحدث عن فنان تشكيلي، ونتحدث عن مؤرخ فني، ونتحدث عن ناقد له تجارب قوية وعميقة في نقد الفن العربي، ونتحدث عن موثق من موثق الفن القطري المهمين، ونتحدث عن شخصية لها خلفية إدارية شديدة الثقل ساهمت إلى حد بعيد في انتعاش الفن القطري وفي إنشاء مؤسسات مهمة موجودة وفاعلة على الساحة القطرية وفي تأسيس عدد من أهم الجماعات الفنية والمحترفات التي ما زال أثرها مشهودا حتى اليوم، لا على المستوى القطري فقط، ولكن لا نبالغ إذا قلنا أنه على عموم المشهد العربي بصفة عامة. مرحبا يوسف أحمد الحميد دون ألقاب. شكرا دكتور. الحقيقة أنا احترت إن أنا أنتقي مدخل منفرد بي في الحديث مع حضرتك ويكون هو محط أو مركز التجربة اللي أنا بحب إن أنا أسميها التجربة أكثر منها حوار فني، لأن أنا بعتقد إن هي هتنعكس علينا جميعا في تفسير أشياء كلنا ممكن تكون عندنا أسئلة حول الفن القطري أو حول المشهد العربي بصفة عامة. وأعتقد أنه الحديث عن هذه القضايا المتعددة والمختلفة لا يوجد أفضل من أنه نشتبك مباشرة مع تجربة يوسف أحمد الفنية بعمق، وهي تجربة يعني ربنا يديك الصحة زادت على 40 عاما من النشاط المستمر. فاسمح لي في البداية ان احنا ناخد نبذات سريعة عن يوسف احمد ابن حي الجسرة الذي نشأ صغيرا والذي تفتح وعيه وكان له من الطموح المبكر ما يجعله في عام 63 يسابق الزمن ويقيم اول معرض شخصي لحياته. ماذا يعني حي الجسرة ليوسف احمد الحميد؟ وما هي المؤثرات البيئية التي ارتبطت بهذا المكان ويصح أن نراه إلى الآن في أعمال يوسف أحمد؟ أولا في البداية دكتور ياسر أشكرك وأشكر هيئة فتاح الصقر على رعايتنا للمعرضي الخاص المقام حاليا في تفاعل وعلى رأسهم سعادة الشيخ ياسر بن حمد رئيس مجلس أمناء فتاح الصقر وسعادة الأخ الشيخ حسن بن محمد بن علي الثاني نائب رئيس مجلس الأمناء. فقط كما أشكر أيضا كليتي كلية فيرجينيا كومنولث يونيفرسيتي، لأني أنا أفتخر أيضا أني أنا كنت أحد أعضاء المجلس الاستشاري وقت إنشاء فيرجينيا كومنولث يونيفرسيتي. بالنسبة للبدايات اللي بديتها أنا
في حي الجسرة، وحي الجسرة طبعا حي عبارة عن بيوت قديمة معمولة من طين والحجر، ومعمولة بصخور كانت تجلب من البحر، يسمونها باللغة أو باللهجة المحلية الفشوت، هي عبارة عن أحجار لها لسامات، والغرض منها لما يجي الصيف تدخل الهواء يدخل في هاللسامات فتبرد، وفي الشتاء بالعكس. البيوت هذه مع الحيطان مع الطوف مع تلاقي الارتباطات العائلية والروحية في تلك الفترة أثرت في يعني تأثير مباشر حقيقة. وحي الجسرة يعتبر ملاصق لسوق واقف، يعني وجهين لعملة واحدة. ولما أقول سوق واقف حي الجسرة يعني كان مكان مفتوح تجد فيه التاجر وتجد فيه الغني وتجد فيه الفقير وتجد فيه الصناعات التقليدية المتعددة، وتجد فيه أيضا عدة جنسيات مختلفة باعتبار أن السوق المركز الاقتصادي. أنا بتبحر كثير في القضية هذه. أرجع على نقطة أثرت أنت بالنسبة لأول معرض أنا أقمته في مدخل بيتنا القديم في الجسرة في عام 1963، وما زلت أحتفظ ببعض الاستكشافات وبعض الرسومات البدائية خلينا نسميها اللي ما تطلع من إطار رسوم الأطفال. في وعملت ذاك الوقت أيضا بطاقات دعوة إلى أبناء الحي وبنات الحي، وعلى أساس إنه يكون في معرض احتفال، وساعدني الوالد الله يرحمه في تعليق اللوحات، وأضفت إلى رسوماتي بعض التقاويم اللي كان يجلبها الوالد من دخان، لأنه كان يعمل في دخان في شركة النفط، نفط قطر في دخان، فكان يعطونا النتائج أو التقويم السنوي، كنت أقصص التقاويم السنوية وألصق وأعلق الأعمال. عظيم. إذا لم نخطئ حين قلنا أن السياقات تتشابك، يعني لأنه في حديث حضرتك أنا لفت نظري في كلامنا عن حي الجسرة نقطتين في غاية الأهمية، وأنا بعتقد يعني لما كان لي الشرف إنه أتناول تجربة حضرتك في الكتالوج اللي هيصدر قريباً إن شاء الله لتحليل التجربة بشكل نقدي، في عنصرين مهمين جداً داعين للارتباط بأعمال يوسف أحمد، المكون الثقافي والمكون التقني اللي هو متمثل في الخامات. حضرتك ذكرت نقطتين في غاية الأهمية ولخصتهم لما كنت بتتكلم بوصفك على حي الجسرة، إن هو حي مفتوح ثقافياً على سوق واقف، وبالتالي نقدر نستنبط من ذلك إن فيه جنسيات متعددة وأفكار، فيه نوع من أنواع التنوع الثقافي والتفاعل الثقافي المستمر. هذه نقطة. النقطة الثانية في ذكرك لمسألة بناء البيوت في هذا الحي تحديداً من خامة محددة لها خصائص بيئية وليها نوع من أنواع الخصوصية القطرية إذا جاز القول، ده في اعتقادي هو أحد المكونات الأساسية اللي ظلت مرتبطة بأعمال يوسف أحمد، لأن من أهم خصائص أعمالك الجوهرية اللي تلاحظ دائما في كافة المراحل علاقتك الخاصة جدا والحميمة جدا بالخامة، مش فقط من المرحلة اللي بدأت فيها تتناول أو تخترع بمعنى أصح، وهذا يحسب لك، تخترع خامة الورق المحلي من ساعف النخيل، ولكن مبكرا جدا، يعني أنا يمكن جايب بعض الصور اللي هنشوفها مع بعض من المرحلة الأولى اللي كان فيها اشتغال بالألوان الزيتية على القماش، وبيلاحظ إن في خصوصية تعامل يوسف أحمد مع الخامة سواء على مستوى الأداء أو حتى في تقطيرك بالصور، وأنا يعني استوقفني في معرضك إنك احتفظت بالإطارات الأصلية، وكان لك بعد مفهومي أو بعد فلسفي إنك بتعتبر إن الإطار جزء من اللوحة، ليس ذلك فقط وإنما كمان هو توثيق للفترة التاريخية، يعني ولذلك زي ما أنا قلت في البداية إن الموثق يوسف أحمد الذي وثق للفن القطري هو أيضا واعي لتوثيق تجربته
الذاتية. خلينا إذا سمحتلي حضرتك ننطلق من هذين المكونين اللي هما فكرة التعددية الثقافية والانفتاح على هويات مختلفة، وننقل الفتى ذو الثماني أعوام يوسف أحمد من أول معرض لي وبداية انفتاحه على ثقافات مختلفة، بداية من سفرك إلى مصر وحصولك على بكالوريوس التربية الفنية سنة 76 نهاية العام 76، ومن ثم رجوعك وتأسيسك. كنت أحد المساهمين الأساسيين في تأسيس المرسل الحر سنة 77 قبل أن تخوض الانطلاقة الأوسع بذهابك للولايات المتحدة الأمريكية. ماذا يحمل لنا يوسف أحمد عن فكرة علاقته بالتعددية الثقافية، وماذا يمكن أن يقول لنا يوسف أحمد عن علاقته الحميمة جدا بالخامة والشمال وعليها؟ بالنسبة للخامة، أنا طبعا قبل أدخلت التفاصيل، هناك خامة يعني أخذت فكري وأخذت كل اهتماماتي في بدايتي وأنا صغير، وهي خامة الفحم اللون الأسود. يمكن مراقبة حضرتك في أعمالي لاحظت في فترة الضغط أن أستخدم اللون الأبيض والأسود. وأنا طفل صغير كنت بعد الوالد ما رحمه تطبخ بالطريقة القديمة اللي هي طريقة الطبخ على الخشب، بعد ما يبرد تبرد النار ويبرد الخشب يكون هناك الرماد ويكون هناك الفحم، فكنت أمد يدي على الخامة هذه الأولية. أنا من ذيك الفترة وأنا أحاول أكتشف الخامة، أحاول أعمل علاقة مع الخامة، فمديت يدي أنا على هالخامة هذه وبديت أعمل أيضا رسومات على جدران البيت. والحمد لله كان الوالد يغيب حوالي أسبوع أسبوعين في 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 دخان، ويأتي بعدين يشوف إنه في أشياء أنا عملتها، ما كان يعاقبني لأني أنا كنت أعتبر الابن المدلل وقتها، لأني بعد 3 سنوات أنا كنت الابن الواحد الأول أول ابن. فارتباطي بالخامة خلاني أنا أبحث أكثر وأكثر، خاصة لما رحت مصر ودرست التربية الفنية. التربية الفنية ميزتها الكبرى عن الفنون الجميلة انك انت تعطي نفسك مجال اوسع في التجريب والتدريب وعمل الحلول الفنيه الخاصه على سطح اللوحه، بالذات اذا استخدمت اكثر من خامه غير الخامه التقليديه سواء الالوان الزيتيه ولا الاكريليك، تعطيك مجال وتعطيك فكر اوسع في انك تبدا. ارجع شويه عن على على سوق واقف وفتحات الثقافات، لان السوق كان مفتوح وكان في جنسيات مختلفه كنا نحتك فيهم، يعني اللي كان يعمل الوابور كان إيراني، اللي أداة الطبخ القديمة، اللي يعمل السلاح كان من أفغانستان، اللي يبيع شيء ثاني كان لبناني، يعني ففي كانت كنا نحتك. يعني أنا إلى الآن تجدني أتكلم وأتحدث بجميع اللهجات، لأن أحب اللهجات، نحتك كثير مع 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 اللهجات المختلفة وحتى مع الجنسيات المختلفة، لأن هذا المكون الأساسي اللي كان موجود في سوق واقف أوليته. أرجع إلى القاهرة وارتباطي بالتربية الفنية وارتباطي بالخامات اللي تطرحها التربية الفنية، استخدام المتعدد للخامة هو اللي خلى فكري أنا ينفتح على التجريب. لذلك تشوفني ما زلت إلى هذا اليوم وأنا مجرب، أنا أعتبر نفسي فنان مجرب بالخامة. وطبعا ما ابي انتظر سؤالك على اساس اني ادخل في قضيه الخامه المحليه كيف انا وظفته من هنا. ده يجعلني اتطرق برضو الى مساله في غايه الاهميه، وهي مرتبطه مش فقط بيوسف احمد على سبيل التجربه الفرديه، ولكن خليني اوصفها ان هي اصبحت قضيه شاغله لكل فنان الوطن العربي تحديدا، وانا بقول الوطن العربي وبحط تحتها خطوط كثيره، لأنه إلى الآن الظرف العام عندنا مختلف عن السياقات اللي بيجري فيها الاشتغال على الفن العربي. لأنه من الملاحظ، يعني أنا لم أسمعها فقط في أحاديث متداولة، ولكن يعني قد يكون البعض كتبها بشكل متخصص في بعض المقالات، أن يوسف أحمد من أجرأ الفنانين الذين لا يخشون تغيير مراحلهم. يعني بيلاحظ دائما على كثير من الفنانين العرب أنهم
يعملون ألف حساب ويحسبون ألف حساب قبل أن يغيروا من مرحلة إلى مرحلة لاحقة، بحكم اعتبارات كثيرة، بحكم اعتبارات السوق، بحكم اعتبارات أنه قد يخشى المتلقي لا يحب تجربته الجديدة. ولكن المشهود في حالة حضرتك أنت مررت بمراحل كثيرة وكان عندك من الجرأة أنك تغير من مرحلة إلى مرحلة قد لا يربط بينهما رابط إلا الرابط الإبداعي والرابط التكنيكي. يعني أنت انتقلت من التشخيصية الصرفة ومريت بتجربة من التوثيقية إذا جاز القول زي لوحة السجبار الصحية، دخلت بعد كده على مرحلة فيها الاشتغال على الحروفية في فترة من الفترات وكان لك بصمة مختلفة، ويمكن هنتوقف بعد كده عند المرحلة الحروفية شوية. وبعدين دخلت على فضاء أوسع بدأت تجرب فيه على مرحلة الورقيات وكان لك يعني فتوحات تقنية في هذا المجال ولك باع كبير جدا في التجديد حسب لك وتم تسجيله على المستوى التاريخي. ثم فاجأتنا في هذا المعرض بمرحلة مختلفة تماما مركبة، يوسف أحمد يدخل بنا إلى سياق أوسع في مجال العمل المركب أو العمل التجميعي، في مجال العمل المفاهيمي، في مجال العمل الذي يعني يجمع في داخله بين تقنيات كثيرة وخامات مختلطة بلياقة شديدة جدا، وكأنه يعني ربنا يديك الصحة، وكأنه شاب يتصدر المشهد من جديد. فأنا شخصيا عندي فضول أعرف أولا هذه الجرأة ما هي الاعتبارات المؤسسة عليها؟ ثانيا هل هناك مرحلة قبل أن تدخل إليها هل تحسب حسابات عقلية ولا المسألة بتجي عفو الخاطر؟ نريد أن نعرف كيف ينظر يوسف أحمد إلى مرحلة مسألة المراحل وكيف يأخذها يوسف أحمد. أنا وأنا في البداية مؤمن بشيء واضح اللي هو أن الفنان لابد أن يتحدى نفسه وأن الفنان متغير مع التغييرات اللي تحصل حواليه، وأن الفنان يتحدى نفسه سواء في الموضوع أو في الخامة. لا يمكن أن يكون فنان بتسمينا فنان أن يقف في محل السر. وعندنا مثال مشهور يعني بيكاسو، بابلو بيكاسو يعني دخل مراحل ودخل بالخامات ودخل بالخزف وبالحفر وكسر وعمل وحتى هو مات عام 73 ومات في الاستوديو وهو قاعد يعمل ويجرب وعايش روح التجريب وروح الشباب. فأنا مؤمن بهالنظرية هذه، لا أؤمن بالفنان الذي أتوقع نتيجة اللوحة قبل أن يعملها، لابد أن تكون كل مرحلة أو كل تجربة هي تحدي لي أنا شخصيا وتحدي أيضا للخام اللي أنا استخدمه، خاصة الخامات البيئية على سبيل المثال أو العضوية على سبيل المثال، لأنها تحتاج إلى جهد كبير أنك أنت تطوعها، لأن مفهوم الفن أو مفهوم أنك أنت تقيم الفن، تقيم اللوحة الفنية من خلال الألوان الزيتية والفرش أو الألوان الأخرى، لكن وهذه الأشياء معمولة وجاهزة، لكن أنت تتحدى خامة تنقلها من حالة موجودة إلى حالة أخرى إبداعية، هنا تأتي عملية التحدي وأنك أنت تستمر، مش تعمل لوحة وتعمل مرحلة وتركي وترجع مرة ثانية. لا، أنا أحاول بالذات خامة الورق، إذا ندخل بشكل سريع إلى خامة ورق نخل قطر، بس أنا أريد أعطي أيضا الحضور يعني قصتي مع الورق أو علاقتي مع الورق إذا سمحت إن شاء الله. أنا مجنون ورق، أنا لا أذهب إلى أي مكان في العالم إلا وأسأل عن شغلتين، الورق اليدوي والمواد الطبيعية التراب من كل بلد، يعني سواء ذهبت إلى اليابان أو سواء إلى الصين أو النيبال أو من، أبحث مباشرة عن الورق اليدوي، وعندي مجموعة ضخمة وكبيرة من أنواع مختلفة من الورق. والفترة الأخيرة قبل 8 سنوات سألت نفسي سؤال، لماذا لا أنتج الورق من
خلال أو النخل سعف نخل قطر. وفعلا بديت أبدأ أجرب وأعمل إلى أن اهتديت يعني إلى 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 النظرية الشرقية في النظرية الغربية في صناعة الورق، لها أشياء تقنية يعني تفصيلية أكثر. إلى أن استطعت إني أنا أنجز الورق بتاعي أنا، يعني أنا أعتقد النخلة طبعا ما لها من قيم، ما لها من علاقة دينية معنا وعلاقة ثقافية. اليوم لا تجد أي مكان إلا في نخلة، سواء بيت أو سواء مؤسسة أو سواء شارع، فالنخلة موجودة عايشة معنا باستمرار. فاهتديت إلى إني أنا أخذ من سعف النخل أعمل من الورق. أنا بس ما عملت ورق فقط، أنا عملت المادة الميديم، المادة نفسها على سخرته لعملي أنا، نصب بصافي أنا. يعني بديت أنا أسيطر على الخامة، الخامة ما تسيطر علي أنا. وهذه مهمة جدا بالنسبة للفنان، إنك أنت يعني تحتضن خامتك وتسيطر عليها وتشكلها بالشكل اللي أنت تريده، وشكل متغير، شكل يبدع يوم عن يوم شيء جديد، لا يقف أمام عتبة واحدة ولا يقف أمام حد واحد. في تجديد. يعني أنا كل الأعمال اللي اشتغلت سواء في المعارض أو غير المعارض الثانية، يعني أفتح باب ألقي باب ينفتح ثاني. الخامة هي خلاقة نفسها، يعني تخلق شيء نفس الناس. فهذه الحقيقة يعني اللي أنا فرح فيه، إني أنا أيضا أضفت للنخلة أيضا قيمة أخرى بجانب التمر وبجانب الأشياء اللي تعطيني النخلة. أضفت ورق اسمه ورق نخل قطر، ورق النخل، لأن ما حد في المنطقة على الأقل. والحمد لله أنا حتى توجت أخيرا كعضو استشاري في أكبر مجلد صناعة ورق في العالم اللي تطلع من أمريكا. أنا أحد أيضا أعضاء المجلس الاستشاري في المجلد. فأنت لما توصل الخامة المحلية إلى العالمية، هذه أنا أعتقد شيء يعني أو أحد مهماتي أنا كفنان من الجيل القديم والجيل الأولي، أيضا للجيل الجديد بالذات في البيسيو، بالذات الجيل الجديد. هذه أحد مهماتي أنا، إني أنا شلون أخلي هالجيل الجديد أيضا يلتفت على الخامات المحلية، على الأشياء اللي حواليه، لا يروح بعيد، لا يبدأ من نفسه، يبدأ من محليته، يبدأ من مكانه، لأن المكان يلعب دور وخامات المكان تلعب دور. وأهم شيء الاستمرارية والبحث، وأنا يعني أستمر في بحثي في الخامة. وأنا متأكد مثل ما قلت لك في ذات الحديث إن الخامة هي خلاقة نفسها، وأنا خلاق. فتصور يشتغل الاثنين مع بعض، فتطلع الأشياء اللي أنت شفتها في المعرض، وأنا متأكد إن شاء الله في المستقبل راح تطلع أشياء أكثر وأكثر إن شاء الله. هو الإجابة الوافية دي تجعلني لن أفهم لماذا أطلق عليك بعض النقاد، أو لماذا أطلق عليك بعض الصحفيين لقب الخيميائي، وهي مسألة الاشتغال زي ما معلوم في ثقافة العصور الوسطى أن الخيميائي أو The Alchemist الشخص اللي يستطيع أن هو يحول المادة من صورة إلى صورة مختلفة. وهي الحقيقة الشرح اللي أنا سمعته من مسألة التقنيات مش فقط، يعني يمكن أنا أوسع المفهوم شوية أو أعممه كمان على مسألة المراحل اللي احنا بنتكلم عليها، لأن لياقة التجديد عند يوسف أحمد في الانتقال من مرحلة إلى مرحلة بمنتهى اليسر وبمنتهى السلاسة، وده كان مشهود جدا في هذا المعرض. وخليني أتوقف عند هذه الجزئية يا أستاذ يوسف، لأنه بيشيع بين كثير من الفنانين ما يعرف باسم المعرض الاستعادة، وهو المعرض اللي عادة بتحشر فيه لوحات يعني بشكل تكديسي أو بشكل متتابع من كافة المراحل اللي خدوها. المشهور في المعرض بتاع حضرتك إن إحنا لا نستطيع أن نطلق عليه اسم معرض استعادي، ولكن هو معرض محير. أولاً هو بينتقي من كل مرحلة شواهد في غاية الأهمية، ويمكن هنتعرض إلى بعض الصور المنتقاة بعد قليل. حضرتك انتقيت من كل مرحلة لوحات ليها دلالات
معينة جدا وليها معاني لدى يوسف أحمد. وأنا استشعرت كمان أنه وكأنك بتقدم للمتلقي أو بتقدم للناقد أو محبي فنك في كل مرحلة ما يلخص جوهر هذه المرحلة، مش فقط كده ولكن كمان ما يربط كل مرحلة بما يليها. يعني أنا وأنا بمشي من كل قاعة إلى القاعة التي تليها أنا بحس أن في استمرار طبيعي. مرحلة التشخيص، الرسم بالألوان الزيتية على القماش بتقودني هذه اللوحة تحديدا إلى مرحلة الاشتغال على الورقيات، ثم إلى المرحلة اللي فيها تطوير الورقيات وانتهاء بالمرحلة اللي حضرتك فاجئتنا بها دلوقتي. فهل نستطيع أن احنا نقول أنه الفنان مطالب بأنه يكون عنده مهارات لتقديم نفسه إلى الآخرين بشكل يطرح ما يريد أن يقوله، لا ما يجعل الآخرين هم يستشفوا في داخله أشياء قد تكون غير حقيقية؟ لا، هو أنا يعني افترض أنا عندي أنا صاحب بضاعة، نعم، أو صاحب منتج أو صاحب ابتكار، لابد أن أنا أعمل الابتكار بالشكل الصح، بالشكل المنتقاه بشكل صح، وبخاصة إذا جيت قلت في مجال الفن أو مجال أنك أنت تعمل معرض انتقى من كل مرحلة. أنا تعمدت من خلال هذا المعرض أني ليش قصة الإبداع، أنه كيف كانت البداية، كيف كان الحديث، كيف كان المعاصر، ثلاث مراحل. المرحلة الأولى التشخيصية، يمكن في نهاية الغرفة هذه في وقتين، في لوحة اسمها بيوت حالمة اللي هي بداية التصميم، اللي مدخل تهيئ تمهيد انك تدخل القاعة الثانية، وفي لوحة أخرى أيضا البنية لاستخدام الحرف العربي مع الملامس الموجودة بالرمل وبالأكريليك على أساس أيضا تعطيك مدخل يعني مبسط إلى 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 القاعة الثانية، والقاعة الثانية تعطيك إلى القاعة الثالثة. أنا قبل لا أطلع من هالقصة هذه، مثلا لوحة الزبارة أشرت لها في بداية حديث، أيضا احنا ما اعطيناها حقها صراحه، لان لوحه الزبار ايضا الاخوه والخوات الموجودين في القاعه لابد يعرفون قصه لوحه الزبار، يعني حتى ولو بشكل مبسط الى ان تبدا بشكل معمق فيما بعد تستعرضها بعدين شكل تحديدي. طيب خلاص اوكي. طيب تعرضت حضرتك لمساله الملمس تحديدا، ودي مساله مشهوده جدا بالذات في مرحله الورقيات اشتغال على الخامات المتعددة وما قبل الورقيات. وأنا استوقفني الحقيقة في معرض حضرتك مسألة في بيت الدلالة، إنه وضعت مجموعة من الأوراق المستخرجة من النخل القطري ودعوت المشاهدين إلى تلمس هذا الورق. يمكن عكس ما بيحدث في الكثير من المعارض أو معظم المعارض، إنه ممنوع اللمس أو ممنوع، لكن حد دعوت المتلقي إنه هو يلمس الورق ويلمس وعلاقة بيه. والحقيقة ده خلاني أفكر في نقطة، إنه حتى الورق وإن كان خامة واحدة، ولكن حضرتك برعت في إن إحنا تعطينا سمكات متعددة من هذا الورق. يعني أحيانا نستشعر إن الورق عندك رقيق جدا زي ما إحنا يمكن شايفين في اللوحة اللي ورانا، اللفائف من ورق رقيق جدا وهامس جدا وشديد الضعف، وأحيانا بيكون سميك جدا، أحيانا بتعامله كأنه جدارية بتتلقى ألوان، وأحيانا بتعامله على إنه خامة ممكن تتلقى ملامس خائرة وملامس نافرة. فالمسألة دي جعلتني أفكر في أمر يعني مرتبط جدا بتأسيس اللوحة عند يوسف أحمد. السطح التصويري اللي كل الناس بتتكلم عليه وكل الناس بتراهن طول الوقت بنتكلم على المسطح التصويري وسطح اللوحة و أنا الحقيقة بلاحظ إن سطح اللوحة عند يوسف أحمد لا ينفصل عن الموضوع. يعني زي ما حضرتك اشرت بدايه انتقالك الى التسطيح في لوحه البيوت، او انه سطح اللوحه يبقى جزء واحد من العناصر التصويريه الموجوده، هل تعتقد ان الموضوع لا ينبغي ان يستغرق الفنان في تفصيلات فلسفيه زياده عن اللزوم، وانما يجب ان يحدث نوع من التوازن ما بين ده وما بين التكنيك اللي الفنان بيستخدمه عشان يعبر بيه عن الموضوع؟ هل حضرتك من انصار هذه المدرسه؟ أنا من أنصار هذه المدرسة
لأسباب عديدة يعني. السبب أهم سبب اللي هو إحنا تبسيط العمل الفني. مهم جدا خاصة في المجتمعات اللي مفهوم الفن ما زال يعني بالنسبة مقارنة ليحصل في العالم ما زال إلى حد ما. فإحنا مهمة الفنان الحقيقي إنه يبسط العمل، يبسط الخامة، يبسط حتى لو عمل ليش أنا محمل بالخامة المحلية ومحمل بالحرف العربي ومحمل بألوان قطر، وأنا أشتغل في 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 التصفيح أو في التجريد بشكل مبسط، أحاول إني ألتقط أيدي الجمهور المحلي أو الجمهور العادي، لازم أخذ بيده مع بعض عشان ندخل ونشوف عالم اللوحة. يعني أنا إذا قربت أقول له والله هذا اللون لون ترابي وهذا لا علاقة بالصحراء، هو راح الصحراء وشاف الصحراء حيعمل ارتباط، أو هذا اللون الأزرق اللي فيه نوع من الغبار إلى حد ما على الأزرق، دخل البحر وشاف جو قطر معظم السنة في غبار، فهني أنت تأخذ شوي عشان تدخل معاك أنت في عالمك، عالم الفن التجريدي، سواء عن طريق ملامس السطح، عن طريق اللون، عن طريق معالجات الحروف مثلاً على سبيل المثال، وهو عربي وهو يتكلم العربي وتتعاطى بالحرف العربي وباللغة العربية، فأنت عندك عناصر مشتركة، عندك جسر ممكن تبنيه بشكل سريع أنك أنت تمسك الناس هذه. لأننا لما أنا أشتغل تجريد يقول لك ليش تشتغل تجريد؟ أنت بعيد موضوع عن التجريد. التجريد هاي أوروبا، لا في تجريد عندنا محلي. يعني تصور أنت تكتشف عناصر التجريد المحلية يعني بالإضافة إلى خامتك أنت المحلية، وتضع التجريد المحلي مع الخامة المحلية وتقدمه بالشكل المعاصر، بالشكل اللي أنا دائما أشوف قطر تنطلب من هالمنطقة بالشكل الصح على الرؤية المستقبلية. نعم. طيب إذا أذنتني بما إن إحنا ذكرنا لوحة الزبارة، أنا بستأذن حضرتك إننا ننقل إلى مجموعة من الصور، بعض هذه الصور بيوثق لمراحل عمرية معينة عند يوسف أحمد، وبعضها الآخر بيتعرض لبعض. أنا ممكن أعلق على كل صورة. أيوة. أنا يعني هني في شخصيتين، النحات المصري الأستاذ جمال السجيني الله يرحمه، هو أول فنان مصري عمل أول كتاب عن حركة الفنون التشكيلية في قطر عام 1977، وأنا زرته في مارس 1977 بعد ما طلع في المعرض السنتين العربي في الكويت، رحت أراجع المادة في القاهرة، وقلته كان في جنازة المطرب عبد الحليم حافظ في مارس 1977، وهذه كنت في بيته، واستعرضنا الأعمال، وكان في عندي عمل من الأعمال الموجودة في الكتاب اسمها أمومة، قال دي يوسف مش بتاعتك، دي بتاعتي أنا. الله يرحمه، هو من الناس من الفنانين، كنت بدأت أتكلم عن أكثر دكتور، من الفنانين المصريين اللي برعوا في الطرق على النحاس. طبعا. أستاذ الأساتذة طبعاً. بدون شك. عشان بس ما نأخذ من الوقت. طيب. لما خليني أسأل حضرتك سؤال، وده يرجعنا لواقع وقائع ضعف التوثيق في الفن في الثقافة العربية بشكل عام. لماذا لم يلقى الضوء بشكل كافي على هذه التجربة الفريدة اللي اشترك فيها يوسف أحمد مع جمال السجيني؟ جمال السجيني الشخصية الاعتبارية العظيمة في النحت، وهذا المجدد، كون هذا النحات الشهير يضع مصنفا أو يضع مؤلفا في الفن التشكيلي، كان من الواجب أو من البديهي أنه يبقى أحد المصادر المرجعية، خاصة أن هو بيسجل لمحترف، كان وقتها محترف وليد ويعني شاب صح، اللي هو المحترف القطري. فلماذا يعني تقدير يوسف أحمد الشخصي لعدم انتعاش هذه التجارب التوثيقية، ما هي الأسباب؟ والله أنا بيني وبين نفسي موثق الأشياء. نعم. لكن تتكلم عن مؤسسات أنا لا أملك يعني الحل أو لا أملك الإجابة. نعم. لكن أنا كواحد مجمع وموثق الشغلات هذه وعندي المعلومات الكافية، أنا بالعكس أرحب إن إذا في أي مؤسسة في أي متحف في أي مكان يرغب في توثيق مثل هالأشياء هذه بالنسبة للحركة
فنون تشكيل الباطريه، يعني اهلا وسهلا، ما عندي مشكله. قاصد على فكره غلاف الكتاب اللي عمله الاستاذ جمال سجيني وطبع في القاهره، عمله مصطفى حسين الكاريكاتيرست المصري المتوفى من حوالي شهرين ثلاثه، معروف بانه معروف. هذه المرحله اللي كان فيها الصوره بتوسع لرسم حضرتك لبعض الجداريات، هذه في حي الجسره في الفتره الثانيه بعد ما رجعت انا من القاهره، على سطح بيتنا كنت اعمل لوحه اسمها الختمه، هو الاطفال اللي كانوا يقرون القران بعد ما يختمون القران ياخذونهم ويمررونهم على البيوت ويعطونهم البيوت مثل هدايا، ان يعلنون للبيوت وللناس ان هالطفل هذا او الولد هذا او البنت هذه ختمت القران، على اساس ان الناس طبعا يشوفني يمكن في ارتباط وفي الابن اللي على العقاب، وبعدين امين امين على اساس ان التهديد الاطفال. هو الحقيقه انا لما شفت الصوره دي جاني خطر غريب شويه، ان هي فيها مكون حروفي او مكون من الكلمات حروفي والفلات والبناء والتصريف، وحسيت ان هذا المكون ان هو ما زال موجود الى الان، يعني اخر مرحله من مراحل فيها بنائيات، لانه بتستعمل الانستليشن او العمل المركب بشكل بنائي قوي جدا، وفي نفس الوقت الحرف موجود وان يكن بطريقه غير مباشره غير واضحه زي ما احنا هنشوف في المراحل. ولا هنشوف كمان في الخامه خاصه بالنسبه للاقواس وبالنسبه للتقسيم الممتلكات، هذه خامه بارزه ايضا، خامه على سطح اللوحه، على سطح اللوحه، على سطح اللوحه. هذه بوستر، هذه بوستر لأول معرض اللي أنا أقمته عام 1977 في متحف قطر الوطني القديم طبعاً، في مكان المكتبة افتتحها وقتها وزير الإعلام السابق الدكتور ياسر كواري. وهذه اللوحة أنا عملتها سنة 74 و76، هذه اللوحة اللي قلت لك عنها الأمومة هي بتحتضن الطفل، وعليها البطولة أو عليها الماسك القطري أو البرقع ما يسمونه باللغة العربية، هذه اللي حبها أستاذ جمال السجين، واعتبر إن هي روحته هو مش روحته كنت دليل على إنه هو يعني تماما حب ولا في المحاط من تاريخ كذا لتاريخ كذا من الساعة كذا للساعة كذا صحيح، وهذا خطي كله عن خط التصميم. طيب دلالة هذا التاريخ هو ده متوازي مع إنشاء ما عرف بالمرسم المرسم نعم المرسم الفقر، وجدت هناك 70 أحد الفنانين المصريين الأفذار الحقيقة، الأستاذ جمال خطب وهو معروف على اساس انه يدرس، واثناء المرسم الحر كنا ندفع رواتب للطلبه ونهيئ لهم المواصلات ونهيئ لهم الاماكن والورش والادوات، بس تعالوا اعملوا فن. وفعلا استطعنا ان نخلق جيل كم اسم موجود هم اصلا من المرسم الحر القديم اللي صار في قطر، وعملنا معارض محليه ومعارض خارجيه لمنتسبين ومنتسبات المرسم. يعني اذا الانطلاقه الفرديه ليوسف احمد بتاسيس اول المعارض وافتتاح اول معرضه كانت نقدر نقول متوازيه، متوازي ومتوازي مع الفن القطري مع النهضه بشكل اساسي، يعني بشكل عضوي لحتى مؤسسه الفن التشكيلي، انا نهضه المسرح نهضه السينما، لان كنا ذيك الفتره وقبل الفتره بشويه كان في مجموعه من القطريين يدرسون، يدرس مسرح ويدرس سينما ويدرس موسيقى ويدرس فن ويدرس، كنا نسجل اغاني في القاهره وكنا نعمل مسرح في القاهره ونعمل، كان في نشاط شعره نشاط ذيك الفتره، يعني كان حتى الفن القطري وقتها بيستهدف طموح انه هو يعمل تواصل واسع نطاق مع كل المحترف العرب، ما في شيء في الفتره، يعني يكفي احنا سنه 76 عملنا اول معرض للدارسين فنون جميله والتربيه الفنيه والفنون التطبيقيه في القاهره. نعم. افتتحها المرحوم سعد الشيخ جاسم محمد رحمه الله يرحمه وزير التربيه السابق. عظيم. مرحله الولايات المتحده الامريكيه وانتقالك الى اوكلاهوما. اوكلاند. اتوقف عند المرحله دي بشكل خاص، لان من المعروف ان حضرتك درست خلالها فنون الحفر والطباعه او فنون الجرافيك بشكل مهم جدا، ويمكن الملمح ده
ما زال إلى الآن بيلعب دور كبير جدا، إنه جعل يوسف أحمد من الفنانين القلائل اللي عندهم انهار الحاجز بين فن التصوير وبين فنون الجرافيك. يعني اللوحة عند يوسف أحمد أنا دائما ما تحيرني أو تستوقفني، لأنه حضرتك أزالت الحاجز الوهمي زي ما بيقولوا في مسرح بريخت، أزال الحاجز الوهمي ما بين فكرة الاشتغال على المسطح القماشي أو المسطح التصويري وبين التقنيات الجرافيكية، لأن بنلاقي عندك اهتمام كبير جدا بالملامس، وبنلاقي عندك اهتمام وفهم شديد جدا لاختزال اللون. فالمسألة ما بين التصوير وما بين الجرافيك أصبحت يعني غير ذات بال في هذه، ويمكن ده باين جدا في مرحلة الورقيات على شكل خاص. الحاجة الثانية إنه من المرصود تاريخيا إن هذه المرحلة هي اللي فتحت أمام حضرتك أبواب إنك تعمل لوحات صبحية كبيرة الحجم، ويمكن إحنا شاهدنا في المعرض الأخير اللي ما زال قائم حاليا لوحات بعضها يعني بيتجاوز الأمتار العديدة ما شاء الله بشكل صبحي جدا. هل في هذه المرحلة ما يستوجب إن إحنا يعني نتوقف عنده؟ لأننا نلاحظ هنا ملحوظة غريبة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي اشتغال على المسألة الحروفية، يعني وفي اشتغال على الحرف العربي بشكل ما، في ده عكس المتوقع. أنا لا، أنا بالنسبة لأمريكا في شيئين أثروا في تأثير كبير. أنا طبعاً جاي من قطر سنة 79، جاي بأيام سلايدات، ضد سلايدات تريل بتاع السلايدات، وماخذ لوحة واحدة اللي هي عارضها أنا اللي الحروف موجودة في معارضي، على أساس إني أنا أقدم البروفايل مالي أو أقدم الملف مالي أنا على أساس إني أقبل في هالجامعة وفي هالكلية. هم قبلوني لكن قالوا لي أنت لازم تروح للحجم الكبير، أنت عملك هذا محبوس، يعني اللي فتحني للأحجام الكبيرة هي أمريكا. نعم. بالدرجة الأولى. Go for big. يعني مثل ما يقولون. أوكي. رقم اثنين. رقم اثنين. البرنت ميكينج أو الحفر مع الليثوغراف والحفر فتحوا لي فتحة جديدة. أنا ما كنت طبعاً، أنا كنت في القاهرة عارف الشاشة الحريرية السلك سكرين. نعم. لكن الطباعة الحجرية الليثوغراف وتنظف الحجر وتشتغل والتشيو وبالإضافة إلى الحفر وبالإضافة إلى السلك سكرين فتحت عيني على شغلتين، الحجم الكبير وعلى الحفر. ولذلك أنا بعدين استمريت مع مهرجان أصيلة في البداية في المغرب، وعملت مع أحمد نوار ومحمد عمر، كلها أسماء معروفة بالنسبة لحركة الفنون التشكيلية العربية، وفزت بالجائزة الثالثة في بينالي القاهرة بأحد الأعمال اللي أنا أنجزته بالحفر بالتقنيات اللي أنا تعلمتها في أمريكا. استفدت أنا كثير من تقنيات الحفر، واستفدت من الحجم الكبير، واستفدت من بساطة الحرف نفسه وبساطة الخامة نفسها في ذيك الفترة. تعرف لما تكون أمريكا والمتاحف عندك والمجلات والأساتذة يعني عالم آخر. متخيل الإنسان ينتبه في التجارب. أنا لاحظت هنا أن حضرتك كان لك اهتمام في الفترة دي بالتفاعل مع النحت أو بالتفاعل مع الأعمال المجسمة. هل ممكن نقول هذه كان عاملين في واشنطن دي سي. نعم. واشنطن العاصمة كان عاملوا مؤتمر دولي. أنت عارف أنا بطلع، أنا أحب أطلع على الخامات، أحب أطلع على بحكم التربية الفنية يعني درست النحت ودرست القذف. فاشتركت مع المؤتمر الدولي للنحت العالمي اللي صار في واشنطن، وشفت خامات عجيبة قد وخدمت لي فترة من الفترات في أعمالي الفنية. هاي سنة 80 تقريبا، سنة 80 في واشنطن. يعني هي سابقة دي يمكن هتوقف عندها، دي واحدة إذا حضرتك حبيت تركي عليها طول. لقائي مع الأستاذ المرحوم حسين بيكار يعتبر من الفنانين الأستريترز العظام في الوطن العربي في مصر بالذات، وصاحب الرسومات المعروفة في مجلس الدبات بتاعت الأطفال، وكنت معاه في زيارة مع الشيخ حسن. حقيقة كان في مشروع نعمل تاريخ قطر عن طريق البينتينج أو عن طريق التصوير، وكلفنا الأستاذ حسين
الله يرحمه حسين بيطار بس قال الوقت يعني متأخر شوية ولم يكتب لهذا المشروع ولم يكتب لا دي أنا أحب أتوقف عند جزئية This is Mario There we go لأنه من المحترفات اللي واضح أن حضرتك التحمت بيها بشكل قوي وبشكل تفاعلي كان المحترف العراقي ومعروف أن حضرتك يعني من الفنانين اللي ليهم حتى فضل كبير جدا في إيجاد نوع من العلاقة اللي ما زالت موجودة ومحصودة بشدة بين رموز الفن العراقي زي إسماعيل فتاح وشاكر حسن آل سعيد وحاليا ضياء العزاوي يعني كنت حضرتك إحدى الصلات القوية جدا في ربط المحترفين القطري والعراقي. زي ما حضرتك تكلمت عن المحترف المصري وتفاعلك معه بشكل قوي، هل هناك أي شيء يمت بالصلة للمحترف العراقي تستشعر إنه أوجد يعني نوع من أنواع التفاعل مع تجربتك التقنية أو مع تجربتك على المستوى الفلسفي أو هل تبلورت هذه العلاقة؟ في انعكست على تجربة يوسف أحمد بشكل ما ولا ظلت في نطاق التفاعل الثقافي بين محترفات عربية؟ أنا المحترف العراقي علاقتي معه تعود إلى 1974 عندما أقيم أول مهرجان للواسطي ومعروف الواسطي تتكلم عنه بشكل مفصل أقيم في بغداد وأقيم بجانبه أول بينالي عربي وأنا اشتركت فيه أنا والمرحوم الشيخ ياسر زيني الله يرحمه اشتركنا وقلت الثانة أول ففي علاقة وطيدة أيضا مع المحترف العراقي واطلاعي أيضا على تجربة شاكر حسن آل سعيد تجربة البعد الواحد تجربة استخدام العربي هذه أعطاني سرعة أكثر إني أنا أبحث بشكل أوسع في استخدام الحرف العربي واستخدام البعد الواحد والمسطح فهناك في علاقة يعني روحية حتى أحيانا يعني بيني وبين محترف العربي أنا مؤمن وقت وما زلت بالفن العربي الفن العربي نحن كلنا نتوق له عشان نشمه وعشان نحسه وعشان طيب كلام حضرتك عن البعد الواحد الحقيقة طبعا هنا هنيجي المرحلة مهمة جدا بداية العلاقة اللي حضرتك ذكرتها مع سعادة الشيخ حسن آل ثاني واللي أسفرت عن مشروعات كبيرة جداً كنت حضرتك أحد اللاعبين الأساسيين فيها زي تكوين متحف الاستشراق وتكوين المتحف العربي للفن الحديث وحتى إنتاج أعمال ليك على المستوى الشخصي زي لوحة الزبارة اللي هنتعامل فيها دلوقتي فهذه العلاقة على المستوى الروحي وعلى المستوى الإنساني وعلى المستوى الثقافي يعني أنا الحقيقة أحب أسمع ولو في عجالة ولو في إيجاز شديد رؤيتك الشخصية لها أو ما تود أن تقول عنها مرحلة مرحلة مهمة مرحلة مفصلية بالنسبة لي أنا في حياتي الفنية تعرفي على الشيخ حسن أنا بعد ما خلصت الماجستير من أمريكا عام 1972 انتدبت في جامعة قطر كمدرس يعني أدرس ثلاث مواد اللي هي مادة أسس الرسم ومادة تاريخ الفن في القرن العشرين ومادة التذوق الفني فمن حسن حظي كان أحد تلامذتي الشيخ حسن عام 1984 بدأت العلاقة بيني وبينه وقعدت معه وحسيت من الشخص وطبعا هو تخصص التاريخ والآن يعد أيضا دكتوراه الفن التشكيلي العربي فبدت علاقتي بيني وبينه وكلفني في تلك الفترة بالواحد الزبارة راح نتكلم عنه متفاضلين بشكل تفسيري مما بعد وأعطاني أسماء كما كل ما استطاع من ضياء العزاوي إلى إسماعيل إلى المليحي في المغرب إلى أسماء عديدة في مصر إلى أسماء عديدة في لبنان في سوريا فتشجعني شوي شوي إحنا نبدأ نعمل مجموعة بسيطة بالنسبة للفن العربي طبعاً بالتوافق مع فن مع متحف فن المستشرقين يعني أخذنا كان استشيرني كثير من الشيخ حسن صحيح. وما زلت الحمد لله إلى الآن من حين إلى آخر استشيرني أنا مستشار في المؤسسة بس أيضاً في نسبة للفن العربي بس هاي المرحلة مرحلة فعلاً مفصلية
بالنسبة لي أنا، لأنه خلتني أنا أتحرك بشكل سريع في الوطن العربي، وإني أنا أنتقي كريم الأعمال الفنية وكريم الأسماء الفنية الموجودة. وعملنا نواة كبيرة الحقيقة بالنسبة لفن المتحف الموجود حاليا، والحمد لله الآن طبعا أخذ يعني بشكل عالمي على الفريق العالمي. بدون شك. عودة مرة أخرى لمسألة التطور المرحلي ليوسف أحمد، زي ما شفنا الملصق الأول معرض، هنا معرض حضرتك 83 بعد تخرجي من أمريكا. نعم، فإحنا هنا قدامنا المعرضين اللي هنا يمكن بعد التحامك على المستوى الإقليمي بالمحترف المصري، وبعد كده المعرض بتاع سنة 77، ودلوقتي بعد التحامك لأول مرة بالمحترف العالمي بشكل عام وعودتك. لكن زي ما أنا ملاحظ في هذا المعرض كان في تركيز شديد جداً على المكون الحروفي، رجوعاً بقى لمسألة البعد الواحد وشكل حسن آل سعيد. خليني أسأل حضرتك بشكل أساسي، أنا بعتقد أنه كان في تحدي كبير جداً، لأن حضرتك لما دخلت المرحلة الحروفية كان عدد كبير جداً من الفنانين العرب ملتحم إلى أقصى حد ممكن بمسألة الحروفية، وكان في عدد كبير من الأساليب وعدد كبير من الاتجاهات في هذا الشكل، بعضها فلسفي جدا وبعضها تقني جدا وبعضها ممكن يكون بشكل أقرب إلى الخط العربي منها إلى الفن تقليد التشكيل. ما الذي جعل يعني تجربة يوسف أحمد تأخذ مسارا مختلفا كما نعرفه الآن؟ هل حضرتك حاولت تنطلق منطلقات مختلفة عن من سبقوك، ولا هي جت من التدريب من الناحية؟ لا، هو حاول، مثل ما قلت لك أنا من النوع اللي ما يقف، أنا من النوع اللي يجرب، من النوع اللي يغير، من النوع اللي يكسر، من النوع اللي يعيد التركيب مرة ثانية، من النوع اللي يتحدى نفسه، من النوع اللي يتحدى السطح. هذه تعطيك أنت، لأن في مثل ما قلت لك في فنانين يعني محبوسين يقدمون الشيء اللي حافظينه في قوالب محفوظة، إنما أنا لا، أنا أختلف اختلاف كلي وجذري عنهم. يعني أنا قصة التجريب الخامة واطلاعي ودراستي واطلاعي على تجارب الآخرين، أحاول إني أنا أكون بشكل مميز، يعني أحاول إني أنا أطرح وجهة نظري الخاصة بالنسبة لتعاملي مع الحرف العربي من خلال سطح اللوحة، من خلال ملامس اللوحة، من خلال الفنون الفنية الجمالية للحرف العربي. مع أن أنا كنت خطاط وقبل هذه الفترات بعشر سنوات كنت خطاط في مجلة العروبة ومجلة العرب اليومية. طيب، في أنا من ضمن اللوحات هذه 74 74 أنا عملت في القاهرة واستخدمت فيها الورق أيضا، الورق والشمع وعلى كرتون. فأنا كنت مثل ما قلت لك أنا بجوار من 40 سنة، من 74 إلى لو عدينا هذه أول لوحة استخدم فيها الورق إلى 2014. وفي نفس الوقت استخدام حضرتك للورق على مستوى التكوين في هنا وضح البنائيات اللي ارتبطت بيوسف أحمد إلى الآن. هذه البناية الموجودة تلقاها لها علاقة مع اللوحة بتاعت البيوت المسطحة. يعني هذه لو عرضت اللوحة جنب اللوحة تشوف العلاقة البنائية ما بين اللوحتين. أنا حتى كان يحلو لي أن أقارن بين التكوين البنائي اللي موجود في المرحلة المبكرة دي 74 وبين مرحلة حديثة جدا، يمكن لو توقفنا هنا شوية، استخدام حضرتك للمربعات والمستطيلات والأشكال اللي هي فيها زوايا هندسية واضحة جدا وكتل أشبه بالكتل الحجرية. الحقيقة وأنا بتجول في أحدث المراحل لقيت إنه ممكن يعني هنا في مرحلة انتقالية. هذه قصدي. أيوة، المرحلة الانتقالية اللي فيها اشتغال على المسطح، وكأن دي اللوحة السابقة كانت تحضير للمرحلة اللي جت بعد كده. مش كده وبس، يمكن لو نقلنا لمرحلة أحدث دي. هذه أمريكا، هذه شوية تخطيطات عن الحرف العربي سكتشات. توقفت فيها برضو عند الجزء اللي موجود في الوسط المعروف المستطيل. واضح فيه فعلا فكرة الهندسيات وفكرة البنائيات بشكل قوي جدا في هذه المجموعة من السكتشات. يمكن الجزء اليمين ده اللي فيه فكرة المستطيل مع فكرة المربع في نفس الوقت ودتني على طول المرحلة حديثة جدا. يعني أنا عندي هنا على المستوى التكويني في عندي المستطيل وفي عندي التقسيمات الأفقية اللي حضرتك اعتمدتها بشكل أساسي. فاللي أنا قصدي أن أنا أقوله أن البنائيات من أحدث المراحل ما زالت موجودة
إلى أقرب المراحل مرورا بالمراحل الوسيطة. لها جذورها، لها جذورها، لها خلفيات تاريخية معايا. أنا ما أقدر أفصل نفسي عن نفسي، يعني مهما أوصل عمر 60 أو 50 أو 40 لابد أن لي علاقة مع عمري السابق، ومع تجربتي السابقة، ومع التكوين اللي أنا كونته في الفترات الطويلة هذه، أستدعيها من وقت إلى وقت أثناء العمل، وأحيانا تجيني من غير تفكير. في الصورة السابقة أحد أعمال حضرتك استخدامك للفائف الورق بشكل فيه بعد ثالث وبشكل فيه غائر وبارز، الحقيقة كان يحلولي دايما إن أنا يعني أقارنك أو بموروثك الحضاري، لأنه كما كان عندك الجرأة للتجديد بهذا الشكل المفاهيم القوي وبهذا الشكل البناء القوي، الحقيقة فكرة اشتغالك على اللفيفة الورقية اللي هي ذاكرة التدوين والورق المرتبط بتدوين التاريخ واللفائف اللي استعملها العرب القدامى في الصحف وفي الكتب وحتى هنا في قطر، يعني حتى هنا في قطر ليش سموا شركة سجلان البروة؟ البروة هي الوثيقة اللي تعطى لامتلاك العقار او المنزل، البراءة يعني للبراءة، وهي اللفائف اللي تلف وتوضع ايضا احيانا في 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 تيوب او في اسطوانة وتتلف. وهذه ما كانت مسطحة، كانت تلف. فاللفافة هذه لها ايضا علاقة مثل ما تفضلت في بالضبط. يمكن المدهش في الامر انه نشوف على مستوى الشكل حتى في منتهى المعاصرة وفي منتهى الالتحام مع احدث التجارب الموجوده، حتى في استخدامك للخامه وفي نوع البليكس بلس او في اشتغالك على شبكات السلك اللي بتحط فيها اللفائف الورقيه، ورغم ذلك حتى استخدامك للون بشكل مختزل وبشكل هادئ وبشكل بسيط سواء في الورق او في اللفائف اللي موجوده، يمكن اعادني في الذاكره الحضاريه بالمسائل القديمه بتاعت الخطوط اليمنيه القديمه. يعني إذا الموروث الحضاري وأنا بتفرج على يوسف أحمد مش بالضرورة إن الواحد يبتزل موروثه القديم، لا أنا ممكن أعمل شيء في منتهى الحداثة وفي منتهى المعاصرة. وهنا يمكن زي ما أنا قلت في المقدمة إن ده اللي بيعمل فارق مهم جدا بين حضرتك وبعض الفنانين اللي دايما يراهنوا على الخامة. مهمة جدا دكتور ياسر، الخامة المحلية الخامة المحلية دي مهمة، لما تعملتش الحاجات البسيطة الخامات من برا من الأرض دي مهمة جدا. بالظبط. فالمكون المعماري زي ما أنا بقول لحضرتك موجود جدا بشكل واضح وبشكل قوي في هذه المرحلة المهمة بشكل لافت للنظر. يعني وأنا بتجول في المعرض الحقيقة أحيانا أستشعر إن حضرتك بتعمل نوع من أنواع البنايات أو نوع من أنواع الإنشاءات المؤسسة على فهم هندسي قوي جدا ولافت للنظر. يمكن رجوعا لهذه السكتشات احنا السكتشات في امريكا ايوه بنعرضها من مره ثانيه، حركه الخط اللي موجوده في السكتش اليونه الشديده دي لو انا استعرضتها حضرتك كان عندك ولع ان انت تعمل الشيء وعكسه، يعني الاسود على الابيض والابيض على الاسود. ده الحقيقه لفت نظري في التجربه الجديده انه نفس الشيء احيانا كان بيحصل على مستوى احدث، انه بتفرغ الحرف وبتقصه من الورق وبتستخدمه كمفردة بتبتدي تحطها وراء السلك أو بتحطها في وسط ال تعرف هذه العنصرين هما اللعبة في الخداع البصري أيضا بين الأبيض والأسود أو بين الشيب أو الشكل والفراغ الشكل والفراغ. وهذا الفن الإسلامي لعب عليك، يعني اشتغل بشكل واسع، ولذلك أنا أكدت على قصة يعني أحيانا يقول لك أنت ليش استخدمت الشبك المربع؟ يتم المربع هذه أحد العناصر الأساسية في الزخرفة الإسلامية مع الدائرة، لما تشوف التوب أو الاسطوانة من قدام تشوف الدائرة، هذه أهم عنصرين موجودين في الزخرفة الإسلامية. والحرف العربي وخامة محلية ومعمولة في إطار معاصر، يعني أنا هاي البضاعة أو هذه الكرييشن أو هذه الابتكار الجديد اللي أنا أحاول إني أنا أطرحه معمول على أسس يعني صلبة محلية وعربية وفي نفس الوقت عالمية. يعني مثل ما تشوف انت مثل المباني او مثل الاشياء هذه اللي لها علاقة بالتراب، سواء بالتراب الخيمة او بالبيت الشعر او بالبيوت القديمة، خاصة الملاعب الجديدة اللي يسوونها مثل الخيمة.
حتى مسألة العمق موجودة. يعني أنا يمكن حتى استغربت لما حد استخدم لم تترك شيء في الورق حتى قص الورق أو بقايا الورق. استفهم لأن أنا مؤمن جدا دكتور ياسر أن الحرف العربي هو شكل عضوي بالأساس. له علاقة بالأشكال العضوية والأشكال الهندسية الموجودة في الطبيعة اللي الله سبحانه وتعالى سواها. فأنت لما ترمي ورق ونظرتك كفنان هتشوف فيه أشكال موجودة ممكن ترجعها إلى أشكال نباتية إلى أشكال هندسية وإلى أشكال حروفية. أنا بعد ما رميت الورق هذه الإضافات اللي أنا قصص فيه الورق أجمعها وارميها أشوف فيها حرف، أشوف فيها عالم الحروف. يعني في أعمال فنية قديمة لي أنا لو رجعت لها على الأبيض والأسود على 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 على, على, على الكانفاس الرو كانفاس أو على الكانفاس غير محضر هتشوف الحروف هذه موجودة عندي. لا مسألة تانية، حضرتك كلمتنا من شوية على فكرة الفن البصري أو الأوبتيكال أرت. الحقيقة ده كان مشهود جدا في المعرض، يمكن أنا بشكل شخصي وأنا بتجول في المعرض على الطبيعة لاحظت إنه يعني يمكن كتير من القراء في تاريخ الفن عارفين المسألة الشهيرة اللي كان عملها كلود مونيه إنه هو بيجي في منظر معين وياخده من أكثر من زاوية رؤية في خلال الصباح وبعدين الظهر وبعدين في توقيتات مختلفة من النهار، فنفس المشهد يدي انطباعات مختلفة. الحقيقة الفكرة دي جاتني وأنا بتفرج على الأشكال بتاعة حضرتك، لأنه وأنا بتحرك حوالين الشكل بيختلف باختلاف الزاوية اللي أنا واقف فيها، ودي كانت مسألة مثيرة جدا. يعني ده عمل إذا بدأنا بيه وتحركنا حوالين من زاوية تانية يبتدي يديني إيقاع بصري آخر قائم على زاوية الرؤية، ابتدي اتحرك من زاويه اخرى يتحرك بشكل مختلف تماما، ولو وقفت بالمواجهه يديني انطباع بصري مختلف الى ان اجي لزاويه الاقي فيها الاشكال نفسها وكان حد ثلاث الابعاد اللي بحب تشتغل فيه من كل جهه يعني يبين لك شكل معين او شكل. نعم. وانا تعمدت ان انا اطرح حوالي 18 عمل، 9 اعمال دائريه و9 اعمال مربعه. أرجع مرة ثانية أقول في نهاية المعرض، في نهاية المعرض نهاية الغرفة هذه الثالثة إنه هاي العنصرين الأساسيين اللي أنا تكلمت عنها المربع والدائرة والزخرفة الإسلامية الأساسية. هذا في أمريكا بالضبط. إحنا رجعنا للاستكشاف نفس القصة، قصة الأوبتيكال بالضبط، الأوبتيكال السالب والموجب. لأنه أنا لاحظت هنا حتى في حركة التكوين واستخدام حضرتك للحرف اللين. نعم. في تأملنا لآخر المراحل، يعني يمكن بين هنا قوي تأملنا لآخر المراحل بتاعة حضرتك، ألاقي مسألة الليونة زي ما هي موجودة في الحرف موجودة من أول المراحل اللي اشتغلت حضرتك عليها. يمكن هنا حتى لوحة الخياط انتقاءك للحظة الخياط وهو بيرفع ايده وبيرفع الخيط معاه وحركة الايد واخده قوس وهو نفسه جسمه واخد انحناء معينة، وبعدين حضرتك بترد عليها بانحناء تانية للملابس، فحركة عين المشاهد تبتدي تلف في دايرة وكأنك بتقول له ان الخياط قاعد بيشتغل وان الحركة مستمرة. الحقيقة دي مسألة كانت مدهشة للغاية بالنسبة لي، وكأنه مسألة الحركة او ليونة الخط مش بس في الحرف نفسه ولكن في داخل حركة اللوحة نفسها. مرحلة تشخيصية عند يوسف أحمد. برافو عليك، حلو جدا. هرجع هنا اللي قلناه عن مسألة اشتغال حضرتك على الخامات والفريم حتى الفريم أنا اشتغلت بإيدي. يعني هتلاحظ تعشيقة الفريم مع بعض مش تعشيقة الزاوية 45. لا، على طول مباشر وبالمسامير، وبعدين كان في عمق أنا استخدمت فيه المعجون تبع النوافذ القديم اللي كانت تحطها، وانا اشتغلت بايدي. يعني تحس الخامه، يعني الخامه حتى في عمل الفريم تلذذ اني انا استخدم الخامه، في لذه معينه سحريه مع الخامه. دي احدى المراحل الانتقاليه الهامه لحضرتك، وبدات هنا مساله حركه الفرشه. إن حضرتك تبتدي تخرج من مسألة التوثيق أو مسألة التشخيص المعهودة أو الاعتيادية لمزيج كده أحياناً يبدو تجريدي وأحياناً يبدو في ملامح المدرسة التعبيرية إلى حد ما تحس إن بيتك وتحس إن بيتك.
في نفس الوقت. فدي مرحلة انتقالية من المراحل المهمة جدا إلى أن نصل إلى اللوحة اللي حضرتك كلمتنا عليها اللي هي مسألة البيوت المهدمة أو مرحلة اشتغالك على فكرة البيوت المهدمة، اللي هي لو سيبنا الموضوع أو سيبنا فكرة المنظر الطبيعي يصح إن إحنا نتعامل معها باعتبارها فن تجريبي أو فن خالي من الموضوع. دي مسألة الخانات اللي حضرتك كنت قلت لنا عليها، الملمس. الملمس ودلالتي مع الملمس، وهذه أنا خدتها أمريكا عشان أعرضها على اللجنة اللي توافق عليها أنا أدخل كلية استخدام الحرف العربي على أساس أنا دخلت الغرفة الثانية. هي كنت تشوف الحرف العربي، تشوف القامة المحلية الجديدة اللي أنا اشتغلت عليها. وهذه اللوحة أنا اشتركت فيها في معرض السنتين العربي في الكويت، وفزت فيها بجائزة شهادة تقدير وقتها، وأول فنان قطري كان يفوز بشهادة تقدير وقتها من خلال اللوحة. موجود الستيكر، موجود يعني في ما يشير إلى ذلك بخلفية توثيق اللوحة. توثيق اللوحة. هنيجي هنا عن طبعا احنا كنا تعرضنا من قبيل مسألة الملمس، وانا ربطت يمكن بين اللوحة دي او الصورة دي واللوحة والصورة اللي قبلها، لانه حتى رغم ان حد بتعمل هنا عمل انستليشن او بتعمل عمل تركيبي او تبنيعي، لكن هو العمل نفسه حامل لقيم ملمسية. يعني انا ملاحظ ان احيانا تخرج بالوثيقة البرة واحيانا تدخل بيها بحيث ان تعمل مستويات متعددة، وده الى حد ما كان بيترجم لي بصريا انا بشكل شخصي انه في ملمس في هذا العمل، ولو انه عمل من اعمال التركيبيه ولكن في ملمس حتى في الصف بتاعه. هنيجي عند هذه اللوحه عشان نعطيها حقها، واحنا يمكن اتكلمنا عنها بشكل مبدئي، لوحه الزبير. اللوحه دي انا بتصور ان كان فيها تحدي مهم جدا، لانه مساله ان الانسان يعمل لاندسكيب، اللاندسكيب او المنظر الطبيعي هو احد الموضوعات اللي بيحلو لبعض النقاد ان هو يقول عليها موضوع تقليدي او موضوع متداول او مستهلك. التحدي الثاني ان حضرتك كنت بتوثق من خلال هذا المنظر الطبيعي لموقع في منتهى الاهميه الثقافيه وفي منتهى الاهميه الاثريه والتوثيقيه لثقافه قطر ولتاريخ قطر بشكل عام. انا شخصيا بتساءل هذين التحديين، فكره ان تدخل في موضوع متداول ومتروك وعشرات الثمانين في تاريخ الفن وتداول المنظر الطبيعي، وفي نفس الوقت ان عليك تحدي اخر انك تعمل نوع من التوثيق. لكن انا في اعتقادي ان هذه اللوحة رغم هذين التحديين هي احدى المحطات المهمة جدا في اعمال يوسف احمد، لانه انا ما اعتقدش ان في تاريخ الفن القطري سبقك او حتى يمكن لاحقك اذا ما كنتش مخطئ في هذا فنان اشتغل على مثل هذه المساحة السطحية شديدة التفاصيل وشديدة يعني الدقة، وانه يدينا في نفس الوقت هذا المشهد البانورامي وهذا المنظور الغريب. يعني انت رجعتنا لتراث الفنون المنمنمات الإسلامية لما كانوا بيعملوا منظور مزيد من المنظور الفوقي والمنظور الأمامي. فهذه اللوحة الحقيقة انت كنت حابب بشكل شخصي انك تتوقف عندها وتتكلمنا بشكل أكثر استفاضة في تاريخها وفي كيفية صنعها، ويمكن أنا أمهد لك الأرض بهذه الشريحة أو بهذه اللوحة لما توجهت بشكل مصري لشركة أولد هولاند الهولندية العريقة اللي هي من القرن 16 تقريبا 64. أيوة، وبحيث أن أنتوا تبتدوا تعملوا مع هذه الشركة اللي أعطت ألوان لأساطين الفن الهولندي وأساطين الفن الفلامنكي الروائع اللي خرجوا بيها بعد كده هذا المنتج اللي ماسكاه إيد يوسف أحمد. اتفضل بقى، نحب نسمع. بالنسبة للوحة الزبارة، طبعا الشيخ حسن تعرف كان يدرس تاريخ ومربوط بتاريخ قطر واخذ دكتوراه من القاهرة في تاريخ قطر، وكان ركز على الزبارة من ناحية نظرية من ناحية تاريخية، واتكى معي أنا كأستاذ فحب أن الشغلة اللي فيه كلمات وفيه الكلام ونظري أن يطبق بشكل بصري. أنا لما طرح علي فكرة أنا صراحة يعني I was shocked مثل ما يقولون يعني، كيف أنا أعمل اللوحة هذه وهي مش موجودة أصلاً، الزبارة غير موجودة مدمرة كموقع، يعني كموقع مدمر يعني
وعاوز اللوحة كبيرة، وأنا حقيقة بديت أحتار وعاوز أعظم ألوان في العالم، وعاوز أعظم كنفس في العالم، وعاوز كل شيء على مستوى عالمي. فبديت أعمل صراحة يعني دراسات وأنقب وأبحث. أول شيء صار عندي عن طريقين، أول شيء البحث عن الخامة، قلت له في أعظم شركة اللي هي أورد وولن من 1664 يقومون بعمل الألوان الزيتية عن طريق الأجيال وباليد يدها، فقال لي لازم يوسف هذا تتصل فيه وتجيبه وكذا. فعلا رحت أخذت شوية أعمال ألوان فنية عندهم واستدعيتهم كضيوف عندنا، وجاءوا في قطر ودرسوا تراب قطر ودرسوا ألوان قطر وأنتجوا لنا ألوان لقطر. وأنا يعني جايب الليلة نماذج من الألوان، كتر ديزرت لايف، كتر ديزرت ميديوم، كتر ديزرت دارك، أنا عندي موجود اللي إذا حد ممكن يشوفهم بعدين. وقال لي جيب لي أحسن قماش موجود، قلت له أحسن قماش البلجيكي، ما في أحسن من البلجيكي اللي هو الكتان لينن كانفاس. وجدت فعلا والله يرحم الحاج إبراهيم كان نجار يعني في المرسم الحر، هو اللي شد اللوحة 6 أمتار في مترين. وبديت مع الشيخ حسن أعمل زيارات للموقع، وبدأ الشيخ حسن يمدني بصور جوية للزبارة، ومن زيارة إلى زيارة كنا نقيس المسافات ما بين الأبراج وكم برج موجود وكم بيت قديم موجود. فأنا استعنت بشكل معين من خلال الصور هذه ومن خلال ذاكرتي، لأني أنا أيضا عشت الطرق والحواري القديمة والبيوت القديمة والملامس القديمة، عشت معايشة في حي الجسرة وحي سوق واقف والأحياء القريبة، فاستعدت ذاكرتي واستعنت بذاكرتي إنه أنا أعزز اللوحة بإني أعملها بالشكل اللي تليق مقام الشيخ حسن وتليق اللي كلفني فيها وتليق بتاريخ الزبارة وتاريخ قطر. وجدت صعوبة جدا في عمل أنا استوديو في البيت، عندي صغير ما عندي استوديو كبير، ما عندي استوديو وما في كان مكان نقدر نعمل اللوحة. فيعني بالكاد دخلت اللوحة إلى الاستوديو عندي، لكن أنت تعلم أن اللوحة الكبيرة تريد لها مساحة ومسافة عشان تنشاف، عشان بعد ما تشتغل تجربة تعمل تقييم لها، تقييم الأعمال اللي تعملها. فلجأنا إلى المنظار، المنظار اللي هو أنت البعيد يقربه، لكن إذا قلبته البعيد أو القريب يخليه بعيد. فلجأنا إلى هالحركة هذه، نحن نتقلب على المشكلة. ويوم عن يوم كان يزورني الشيخ حسن في البيت عندي على اساس انه يعطيني توجيهات ايضا ونعدل ونعمل في اللوحه. انا وجدت طبعا أنا لازم ابين الزباره، وعاوز ابين الزباره، وانا كنت يعني في 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 مازق كيف انا اعمل المنظور اللي يحد كل البيوت هذه ويبينها ويبين الزباره ويبين الابراج، طلب في نفس الوقت يعني عمليه صعبه. فأنجزت في خلال 60 يعني من سنة تقريبا 91 إلى 93، وحملناها إلى متحف السلاح اللي أنشأناه أيضا مع الشيخ حسن. والحمد لله الجدار اللي راحت عليه اللوحة كان مطابق 100% نفس الحجم، إحنا ما قسناه، جات من الله يعني كيف. كنا أنا والشيخ حسن في أحد الزيارات في لندن، وإذا بتلفون يأتينا من الدوحة قالوا لنا ارجعوا سمو الشيخ الوالد حمد بن خليفة آل ثاني طول الله في عمرك يريد يزور المتحف. فرجعنا أنا والشيخ حسن أساس أنه رأوا المتحف وهي موجودة في الفيلا رقم 3، فشاف اللوحة. وإحنا كنا عاملين له إفطار تقليدي قطري من الأكلات الشعبية القطرية، فقعد يشوف اللوحة، نسى المتحف، بس 4000 قطعة سلاح موجودة في المتحف، يعني شوف اللوحة، يقول يوسف لازم ترمم
الزبارة على ضوء لوحتك. هذه اللوحة لابد أنها تكون موجودة في الزبارة. وقت صارت شوية ظروف وكذا وما زال يعني كما يشوفني يعني الشيخ الأمير الوالد متى ستتعمل الزبارة. بس أنا فرحت فرح شديد أنه اليونسكو الآن وضعت الزبارة على خارطة التراث العالمي ترمم بشكل علمي وبشكل صح، لأن تعرف الديموغرافيك الموجود هناك نسميه احنا الخريصة يبي له دراسة ويبي له يعني أشياء معمقة جيولوجيا وكذا على أساس أن تقوم مدينة الزبارة على أساس. والزبارة كانت مدينة تجارية بالدرجة الأولى، يعني بعد خراب البصرة جنوب العراق يقول خراب البصرة وعمار الزبارة كانت تضج بالحركة واقتصاد قوي، لكن من خلال الحروب اللي صارت دمرت عن بكرة أبيها. يعني العمل كان وراء بحث تاريخي وراء بحث علمي وراء بحث تقني ومخطط مؤسسات لعمل ألوان، عمل علمي متكامل. يعني هنا كانت أهمية الزبارة ووضح اعتزازك الشديد بها. لا أنا فرحت جدا لما نقلت إلى المعرض المقام حاليا، إنه بعد ما كانت محبوسة 25 سنة تقريبا جات إلى الجمهور، جات إلى القطريين، جات إلى الناس على أساس يحسون التاريخ وعلى أساس يحسون بانتمائهم التاريخي مع قطر. ومعظم الموجودين في المعرض ماخذين صور للزبارة وورا الزبارة وحوالي الزبارة، يعني فالزبارة تحمل كثير للقطريين لقطر بشكل عام نعم. هنا في مرحلة من المراحل طبعا اللوحة دي من اللوحات المعروفة رحمه الله الأستاذ جاسم زينو، وإحدى اللوحات اللي عملها في فترة دراسته في العراق سنة 67. يمكن أنا جايبها بشكل شخصي لأنه زي ما هو واضح لقراء اللغة العربية إن هي كلمة قطر مكتوبة بشكل هندسي، ويمكن هي إحدى العلاقات المبكرة في المحترف القطري مع فكرة الحروفية بشكل فيه ابتكار وبشكل فيه علاقة بالتدريبية. مع حضرتك المسألة مختلفة، لأن المسألة داخلة فيها مركب شعري وداخلة فيها مركب عاطفي وداخل فيها مركب ليه علاقة بثقافة الغناء العربي. يمكن أنا استوقفني هذه المقارنة بين قطر الحادة أو قطر الهندسية اللي شايفة الهوية عند جاسم الزيني بشكل بنائي أو بشكل تدريبي، ومسألة تانية في الرؤية القطرية عند يوسف أحمد بتجمع بين عناصر كتير من اللي اتكلمنا عليها. لوحة عيني قطر، وأنا سمعت من حضرتك قصة أحب المستمعين الكرام يعني يستمعوا إليها، الموضوع وطريقة تسمية اللوحة وعلاقتها بأغنية ما أو يعني أنا الحقيقة بالنسبة لهاللوحة هذه أنا عملت عمل ورشة من فنانين طوال القطريين في سوق واقف قبل سنتين. أيضا احترت كيف أنا أعمل العلاقة بين احتفال قطر بالعيد الوطني وكيف أقدم قطر. ففي غنيتين مشهورات لمطربين قطريين رحلوا الحقيقة. عيني قطر حق فرج عبد الكريم ومحمد الساعي الله يا عمري قطر. أنا سويت زي النني بتاع العين أو الدائرة بتاعت الواحدة، أيضا شوية اللون يختلف عند التصوير على لون على أزرق وواحدة على صحراء من عنصرين الأساسيين. استخدمت فيه الورق، استخدمت فيه الحرف العربي وعجائن الورق من عجائن ورق نخل قطر. واعتقد اللوحتين ايضا من ضمن مجموعه المتحف العربي. وعنصر الدايره كمان اللي حضرتك اتكلمت عنه، عنصر الدايره طبعا ما الدايره عامله هنا على المني لان العين كان عينين. عيني قطر وهي العين، والله يا عمري قطر هي العين، العينين اللي تشوف فيهم. وأحسن أعظم شيء إنك في العيد الوطني أو في اليوم الوطني إنك تشوف وطنك بعينينك من خلال الأغاني اللي أيضا ارتبطت بالقطريين وارتبطت بالقطر خاصة بالتين. وده يدينا مرجعية بقى المسألة ثانية أثيرة إلى قلب حضرتك وحضرتك تكلمت عنها قبل كده باستفاضة بأكثر من حديث صحفي، إنه علاقتك الشخصية كمان بالقمر
والقمر على المستوى الهندسي هو كمان دائرة. نعم. يعني ما فيش شك احنا هنا زي ما قلنا بنتكلم عن علاقة متينة جدا. مش حتى الشكل الهندسي عند يوسف احمد ليه مدلولات يعني فلسفية وليه مدلولات عاطفية وليه مدلولات من التراث الوطني والميثولوجي في طبقات متعددة. هنا الحقيقة أنا جبت الصورة دي علشان حابب أتكلم بشكل شخصي على مسألة. إحنا حضرتك اتكلمت عن تاريخ النخلة العربية. نعم. وأهميتها الشديدة عند اللي بيعيشوا في المنطقة العربية. الحقيقة أنا حابب إن أنا أتكلم عن الفرق عن بعض الفنانين اللي هم العالميين اللي موجودين حاليا اللي لما يجوا يتعاملوا مع مكون حضاري شرقي ويشوفوه من الخارج واختلافهم عن فنان هو معجون بهذه الثقافة ويسيبوا اللب. فأنا عندي هنا يوسف أحمد على جانب قدر يستقطر الخامة من النخلة ذاتها ويستولد جنس جديد من الخامات من تأسيسا على فهم ثقافته العربية. العربي صنع كل شيء من النخلة زي ما حضرتك تفضل، طعامه وسلاحه وبيته وكل فرشه وكل شيء، ومؤخرا صنع لنا ورق فني يستطيع من خلاله ان هو يبتكر بشكل يعني حديث جدا وبشكل معاصر جدا. لكن يمكن وجهة النظر الغربية ده أنسل مكيفر اللي هو احد الفنانين معروف معروف يمكن استخدامه لموضوع شرقي ان هو احد السعف اللي هو احد الايام المقدسة في الديانة الاخوان المسيحيين. هو استخدم هنا في الانستريشن او في العمل المركب بتاعه النخلة بشكل مباشر، يعني جاب نخلة حقيقية ووضعها وحط معاها مجموعة من الألواح المتعددة الخامات وبدأ يشتغل عليها بهذا الشكل الاستحضار المباشر. عند يوسف أحمد المسألة مختلفة جدا، هذا الاستحضار ليس مباشرة، أنت تستحضر بنت النخلة أو ابن النخلة أو النتاج الطبيعي للنخلة، وفي نفس الوقت تستحضر المعاني الدفينة في النخلة. يعني إذا كانت النخلة لها علاقة بالموروث الحضاري زي بعض المعبودات في الثقافة الرافدية القديمة، عشتار لها علاقة بالنخلة وبعض الكائنات الميثولوجية الموجودة في الوطن العربي، حتى في بعض الأسماء النسوية العربية والسيدات العربيات بعض الأسامي لها علاقة بالنخلة. فهنا المسألة أنا بعتقد أن معايشة الثقافة نفسها والاستقاء من جذورها وأن الإنسان يبقى جزء من هذا النسيج بشكل حميد بتعطيه الفرصة أن يشتغل على جوهر المفاهيم وليس وضع المفاهيم بشكل مباشر. أختتم هذه المجموعة من الصور بلوحة هنا تبين بأي شكل كانت النخلة بها ضاربة في الجذور الحضارية الشرقية بصفة عامة. نعم. والثقافة المصرية القديمة إحدى هذه المكونات الأساسية، يمكن تبين لأي مدى كانت لها نوع من أنواع التوقير وأنواع من أنواع القداسة، حتى إن المصري القديم كان يتعبد أو يصلي بجانبها بشكل من الأشكال. وأنا بدأ حضرتك في عجالة قبل ما نبتدي نتحاور مع السادة المستمعين الكرام ومن أراد منهم أن يتحاور مع حضرتك أو يطرح أسئلة، نحب نعمل نوع من أنواع الجولات السريعة في معرضك، يعني حتى إذا لم يكن هناك من يتسنى له أن يزور المعرض إلى الآن ويشوف الأعمال، نحب نعمل جولة سريعة وهنعطي حضرتك الحرية كاملة. إذا شئت أن تتحدث أو تلقي بعض الملحوظات، وإذا شئت فنأخذ جولة بالرحية في المعرض. أنا بالنسبة للمعرض مثل ما قلت أنا في البداية مقسم إلى ثلاث أقسام: مرحلة السبعينات لمرحلة تشخيصية، مرحلة مباشرة، مرحلة استخدامي للأدوات الفنية التقليدية، الألوان والفرش والقماش، نهاية المرحلة هذه في التصديق شوية إلى الحرف العربي، إلى دخولنا في عالم صحراء قطر ونخل قطر والحرف العربي والمساحات الكبيرة والمساحات اللي فيها براح أكثر، إلى أن ندخل إلى الغرفة الثالثة أو الفصل الثالث اللي هو الفن المعاصر، مثل ما قلت تأكيد على تقديمي للخامة المحلية كيف تتعايش عالميا. هذا مهم جدا،
مهمة جدا أن الخامة المحلية تتعايش عالميا في وسط هذا المكان الكبير من الفنون التشكيلية والطرح الموجود للعالم. طبعا قد ما بدأ لكن يعني يفترض أن الحضور أيضا يأتون إلى المعرض على أساس أن يشوفون الكلام هذا مطبق أيضا على عدد الواقع. صحيح. إذا نستطيع أن نختتم بإيجاز شديد ونقول أنه المرحلة الأخيرة اللي احنا شفناها في معرض حضرتك كانت هي ترخيص القرار اللي يوسف أحمد أخذه أن يعمل هذا الزواج الشرعي ما بين عمق الهوية ومسألة الخامة وبين أحدث التجارب العالمية والمعاصرة دون أن يكون عنده أي هاجس أو أي قلق مما قد يديه البعض بأنه يعمل هذا التوفيق بين التراث وبين المعاصرة. واسمح لي باسم جميع من شاهدوا معرضك وجميع من زاروه سواء من المتلقين أو النقاد أو المؤرخين أن أحيي هذه التجربة وإني أعطي نفسي الجرأة وأعطي نفسي المساحة وأقول أن يوسف أحمد قد وفقت للغاية في هذا الزواج الشرعي ويعني أسعدتنا كثيرا بهذا الطرح اللي يعني عملنا فيه جولة في فكرك وفي تجربتك الشخصية والإنسانية وصولا إلى أحدث تجربتك. واسمح لي أن أنا أحييك بنيابة عن جميع الحاضرين. شكرا لكم. أنا الجولة أيضا مشترك من الشهر أنا فتحت الفرصة فتحت أبواب أيضا. أشكرك يا أستاذ يوسف. وحاليا احنا بنفتح الباب امام جميع السادة الحضور من اراد ان يلقي سؤال على الاستاذ يوسف احمد او يستوضح احدى الافكار التي طرحت او يعمل اي نوع من انواع المداخلات يتفضل. اهلا وسهلا. ممكن نبدا ناخذ ال I have a question. I'm very interested in. Sorry, my question is in English. I'm very interested in when you were speaking about this, the free studio and this artist workshop space that you founded with some other artists. And I was just wondering if you could tell us more about what that was like. Where was it? How long did it exist? And what kinds of events and things took place there? You mean the process of the how to make the paper, you mean? No, I mean the this sort of like artist. المرسم الحر؟ ما اسمح هذا. Yeah. المرسم الحر. المرسم الحر. Free studios. Yeah. Yes. Free studios. حتى لما بالعربي. حتى بالعربي هو بالعربي. المرسم الحر القطري كان في نموذج في الخليج اللي هو النموذج الكويتي. كان معمول أو بدأ سنة 1962 وكان أول فنان كويتي يعني يمنح التفرغ في هذا المرسم هو النحاف ليس صفر اللي توفى من حوالي 7 سنوات. المرسم الحر الكويتي معمول للمتفرقين. كنا عاوزين نطلع بهالتجربة هذه نطبقها في قطر مع جاسم زيني الله يرحمه، لكن في ذيك الفترة ما في قانون التفرق في قطر، فلجأنا إلى أنه المرسم الحر يكون مكان للمواهب وللي عاوزين يشتغلوا فن وما عندهم مكان ولا عندهم أدوات في ديك الفترة السابقة. حتى كان المرسم الحر كان مربوط بوزارة التربية والتعليم من جاسم زين الله يرحمه، كان موجه تربية فنية وقدموا المشروع. فلما انتدب جاسم زيني لعمل إنشاء متحف قطر وطني من ضمن 3 أشخاص لازم أذكرهم التاريخ أذكرهم ناصر محمد العثمان ويوسف جاسم درويش. مع جاسم زيني هم اللي التقوا وجمعوا المواد الأولية لمتحف قطر الوطني. فنقل جاسم من التربية والتعليم إلى وزارة الإعلام ونقل المشروع إلى وزارة الإعلام وكان هو مدير إدارة السياحة. نقل المشروع ايضا بعدين الى اداره الثقافه اللي كان يسمى ناصر العثمان. فتبناه ناصر العثمان، تبنى المرسم الحر وعلى ضوء استدعين الاستاذ جمال قطب وعلى ضوء اجرنا بالله وعلى ضوء عملنا ايام خاصه للبنات ايام خاصه للاولاد وعلى ضوء تم صرف رواتب شهريه وعلى ضوء تم خامات وعملنا ورش في الخزف وفي الحفر
وفي الخط العربي في التأديب أذكر محمد زكريا الفنان الأمريكي المسلم خطاط أحد الناس اللي استدعيناهم في الفترة أنا كنت مسؤول مباشر عن المرسم وخطط عملنا خطة ورش خطة التعليم وبقى المرسم الحر إلى فترة طويلة إلى أن تحولت وزارة الإعلام إلى المجلس الوطني وألقي وصار بدل منه اللي هو مركز الفنون البصرية اللي الآن موجود في كتاب يعني نقدر إنه هو بدأ بمبادرات من فنانين بشكل فردي ثم تمت تحويله إلى شكل مؤسسي. كنت من طالب في بداية في نادي الجسرة سنة 71 أنا وجاسم زين البدينة مع مدرسين تربية فنية من الدول العربية الشقيقة كنا عاملين مرسم حر في النادي كنا نضع الطبيعة الصامتة والستيل لايف عشان ندرس الضوء وندرس الإضاءة وندرس الفور وندرس الأمور هذه. بدأت الفكرة أيضا تتطور أيضا من خلال نادي الجسر الثقافي الاجتماعي وأنا أشرت لهالموضوع هذا في كتابي حركة الفنون التشكيلية القطرية اللي أصدرت سنة 1986 عظيم تاريخ المرسم. ألف مرحبا سامية توتي متحف العربي للفن الحديث مشروع موسوعة متحف. أولا شكر خالص الشكر والتقدير على هذا الحوار الخصب والغني الذي قابلنا في جولة تاريخية فنية ونقدية في الفن القطري. سؤال بخصوص انتمائك لمجموعة البعد الأول وفي علاقته مع شاكر حسن الساعد. سؤال الأول. سؤال الثاني اشتغلت لمدة 21 سنة في جامعة قطر. ما هي المراحل التي مر بها المجتمع القطري من حيث تلقي للدراسة والفنية؟ كيف يعني صار في تغير بالنسبة للمجتمع في تعامله مع التربية الفنية آنذاك والآن؟ السؤال الأول عن البعد الواحد. عن البعد الواحد. البعد الواحد كان فيه علاقات روحية يعني بيننا وبين بعض كنا نتابع بعض من خلال الجرائد من خلال المجلات من خلال المقابلات التلفزيونية نطلع على التجارب العربية ونطلع على التجارب المصرية والمغربية وغيرها من الدول العربية واللي تأثر مباشرة فينا احنا كخليجيين تعرف الخليج بدأ متأخر بالنسبة لحركة الفنون التشكيلية فمن السهل ان احنا نلتقط من التجارب العربية نلتقط من التجارب المصرية ومن التجارب العربية الأخرى إلى أن تشكلنا بعدين بشكل ذاتي وشكل فردي شخصي على أساس أن نحن نطلع طبعا صعب المنال من مدرسة خليجية أو مدرسة محلية بالنسبة للفن العربي أو بالنسبة للفن القطري في اطلاع يعني انت ما قلت لك انا احنا يعني الحركه التشكيليه بدات في الخليج متاخره نعم فاطلعنا على البعد الواحد اطلعنا على تجارب شاكر حسن وبعدين جانا شاكر حسن هنا لما استدعاه الشيخ حسن كمقيم فنان مقيم هنا انجز لنا بعض اللوحات وموجوده بعض اللوحات ايضا في المعرض الموجود حاليا في متحف. بالنسبه ل 21 سنه في 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 جامعة قطر يعني يمكن يكفي جواب واحد عن كيف العمر هذا 21 سنة شلون الناس تطورت يكفي إني أنا اكتشفت واحد اسمه حسن بن علي بن محمد بن علي الزهراني يعني هذه هو غير مجرى الحقيقة بالنسبة لحركة الفنون التشكيلية في قطر وحتى على مستوى الفن التشكيلي الخليج لأنه كان الرئيس الفخري لجماعة استقرار الفن التشكيلي في دول مجلس التعاون تغيرت الأوضاع صارت في متاحف صار في كولكشن صار في اهتمام أكثر صار في بعثات صار في سيو صار في فهاي كلها من خلال الجامعة الأم اللي هي جامعة قطر الأساس النواة الجامعة طبعا قبل مؤسسة قطر
لأن جامعة قطر هي بالتربية الفنية وبالفنون هي اللي بدأت شوي شوي تطلع إلى شفنا إحنا الحمد لله الأشياء اللي يعني وصلنا إلى هذه الدرجة إلى هالدرجة اللي إحنا فيها. أي أسئلة أو ملاحظات أخرى؟ I think we have time for one more before we end. I think our translator is going to conk out over there. So we'll just have one more question and then we'll tie up. Thank you. السلام عليكم. عليكم السلام. بس أسألك عن في آخر العمل فيلم. مو بسامع كديت عمرك. بطول صوتك شوي بس. أسألك عن آخر عمل فيلم اللي هو ال 3D. في يعني لاحظت إنه ما فيهم كلام، هم بس ورق. وأنت حكيت عن ال ما في إيش؟ ما في كلام بالورق. ما في كلام. يعني خليل. هل أنت حاولت يعني توصل معلومة معينة تحت يعني؟ عن الخامة المحلية وكيف إنه هي الدوائر والمربعات يعني ترمز للعصر الإسلامي. نعم. فهل أنت يعني هل هاي مرحلة يعني انتقالية بالنسبة لك أو إنه مثلاً عنصر المينيماليزم إنه أنت مثلاً تخلي simple work هل هو شيء جديد وكيف هو الإقبال العالم العربي لهذا النوع من الفن الحديث؟ يعني أنا أعتبر المرحلة هذه محطة من محطات، لا أعتبر المحطة الأخيرة ولن تكون الأخيرة بالنسبة إن شاء الله. أنا بالعكس يعني راح تفتح لي أبواب أخرى إني أنا أعمل شيء جديد من خلال الخامة المحلية، وأنا مثل ما قلت لك مبسوط إني أنا عندي خامتي المحلية اللي أنا أقدر أستخدمها. بالنسبة إنه يفهمون الناس، أنا مثل ما قلت من خلال حديثي أيضا إنه أنا أحاول أبسط، أقول هذه خامة نخل قطر، وهذه الدائرة عنصر من الزخرفة الإسلامية، وهذا المربع عنصر من الزخرفة الإسلامية، وهذا الحرف العربي، نحط هذين كلهم مع بعض ونعمل طبخة جديدة، طبخة حلوة جديدة عشان إذا أنت كليت تستمتع فيها، ونبسطها دائما نبسط الأشياء عشان الناس تفهمك. أنا قلت فلسفة واي ما حد يفهمني، يعني أعتقد الأمور واضحة، يعني قصة الدائرة وعلاقتها مع الزخرفة، قصة الحار، قصة الخامة، هذه ما بأقول الأسلحة، لا أنا أقول هذه الشيء اللي أنا أقدر أتمسك فيه إني أنا أقدمه للعالم، هذه بالدرجة الأولى. Thank you. Oh my God. شكرا أستاذ يوسف. شكرا لدكتور ياسر. أنا ممتع. أفتكرها لبكرة وأنا مسافر. إن شاء الله نسافر بالسلامة، ونرجو إن إحنا ما نكونش أرهقنا في هذا الحوار الطويل. واسمحوا لي إن أنا أشكر حضراتكم على حسن الاستماع، على صبرهم شوية، وعلى المداخلات القيمة اللي تم تقديمها، وبنعيد توجيه الشكر لجامعة فيرجينيا كومنولث على حسن استضافتها لنا، ونرجو أن نلقاكم في مناسبة مثيلة بإذن الله. شكرا. And I'd just like to say thank you both to the two guests for coming this evening, and of course to all of you for participating. I'm sure we could have all sat here all evening listening, but I think our translator had to leave. So thank you very much. It was a really, really nice.